السلام عليكم يا شباب، أنا دكتور محمد عرفة. إن شاء الله هبدأ أشرح لكم محاضرات خاصة بالفازي كنترول. طبعا في جزء الدكتور محمد ممدوح هو شغال فيه، والجزء بتاع الفازي كنترول هو مش معتمد على الجزء بتاعه. فهنزل لكم 4 محاضرات، هنزل لكم البي دي اف بتاع المحاضرة وفيديو بشرح بيه زي الفيديو اللي احنا شغالين فيه دلوقتي. فده يعتبر أول محاضرة خاصة بالجزء الثاني من الكورس اللي انتوا بتدرسوه، اسمها الفازي كنترول. طبعا يعني قبل ما ابدا اقول يعني ايه كلمة فازي وازاي ان احنا هنبدا نستخدم المفهوم بتاع الفازي كنترول، احنا خدنا بصورة عامة ان انت لو في عندك كنترولر وعايزه يتحكم في بلانت او سيستم عندك، ففي اشكال كتير للاستراكشر اللي ممكن تحط بيها الكنترولر بتاع السيستم بتاعك. احد الاشكال زي الشكل اللي قدامنا ده، ان الكنترولر بيتحط في الفورورد باص قبل البلانت او السيستم على طول، بحيث ان الكنترول اكشن بتاعه هو اللي يغذي البلانت او السيستم. الشكل اللي قصادنا ده يعتبر الكومن استراكشر، يعني الاستراكشر الاكثر شيوعا الناس بتستخدمه لما بتيجي تعمل ديزاين لاي كنترولر. طبعا في اشكال تانية، ممكن يحط الكنترولر بارل مع البلانت او السيستم، ممكن يحط الكنترولر في الباكورد باس اللي هو يعني في المسار بتاع الفيدباك اللي موجود عنده قبل الاتش اوف اس. ففي اشكال كتير اكثرهم شيوعا ان هو يحط الكنترولر قبل البلانت على طول. فزي ما انتم شايفين في الاستراكشر اللي قصادي ده، بيبقى في عندي ريفرنس سيجنال اللي انت المفروض بتبقى عايز الاوتبوت او بتخلي الكنترول اكشن يدي للسيستم او البلانت الشكل المطلوب، بحيث ان هو يوصل في الاخر ان الاوتبوت بتاعه يبقى مقارب من الريفرنس او الديزايرد اللي هو عايزه. فبالتالي الايرور سيجنال ده اللي هو الفرق ما بين الريفرنس اللي انت دخلته والاوتبوت بعد ما عمل له ميجرنج من خلال السنسور اللي انا رامز له هنا بالرمز اتش اوف اس. فبيبدا يخش على الكنترولر وعلى اساسه بيدي الكنترول اكشن اللي بيخش للبلانت بتاعه. ده زي ما قلت يعني الاكثر شيوعا من الاستراكشرز الخاصه بالكنترولرز. ناخد بعد كده الكلاسيفيكيشن بتاعت الكنترولرز. في اشكال كتير جدا يا جماعه من التقسيمات اللي بيقسموا بيها الكنترولرز، اكثرهم شيوعا التقسيمه اللي انا هقولها لك دي. اول تقسيمه او معلش يعني اول نوع بيقسم الكنترولرز ليه مجموعه من الانواع. اول نوع حاجه اسمها الكلاسيكال كنترولرز او التراديشنال كنترولرز. كلمه كلاسيكال او تراديشنال الاثنين نفس المعنى. النوع الثاني اللي هو المودرن كنترولرز. النوع الثالث اللي هو الاون اوف كنترولرز، او في بعض الكتب بتسميه التو بوزيشن كنترولرز. النوع الرابع اللي هو الكمبيوتيشنال انتليجنس كنترولرز، وده اللي بيندمج له الفازي كنترولرز اللي احنا هندرسه الكورس بتاعنا، بينتمي للنوع الرابع تبع الكمبيوتيشنال انتليجنت كنترولرز. يبقى كلاسيكال كنترولرز، مودرن كنترولرز، اون اوف كنترولرز او تو بوزيشن كنترولرز، كمبيوتيشنال انتليجنت كنترولرز. تعال ناخد نبذه عن كل واحد كده. اول نوع اللي هو الكلاسيكال او التراديشنال كنترولرز. طبعا يعني انتوا سبق ودرستوا الحاجات ديت، يعني ممكن يكونوا درستوها كلها او جزء منها، مش فارقه. انتوا خدتوا البي اي كنترولر والبي دي كنترولر والبي اي دي كنترولر، او الفيز ليد والفيز لاج والفيز ليد لاج كنترولر. على سبيل المثال البي اي كنترولر كان استخداماته، يعني ليه الناس بتلجأ له انها تعمل ديزاين لبي اي كنترولر، كان بيعمل امبروف يعني تحسين للستيدي ستيت ايرور. احنا عارفين ان اي سيستم الريسبونس بتاعه بيمر بفترتين، فتره الترانزنت وفتره الستيدي ستيت. طبعا فتره الترانزنت اللي هي الفتره اللي بتكون في بدايه التشغيل اللي في الاول، ودي اللي احنا بنحاول نقللها على قد ما بنقدر، يعني تبقى فتره غير مرغوب فيها. والفتره الثانيه اللي هي فتره الستيدي ستيت، وديت اللي الريسبونس بيوصل للشكل النهائي بتاعه. ففي الصوره النهائيه بتاعته المفروض ان انت الايرور يبقى اقل ما يمكن. فلو في عندك ايرور يعني انت عايز تقلله، فبلجأ للبي اي كنترولر. فهو وظيفته ان هو بيشتغل على فتره الستيدي ستيت، ان هو بيعمل تحسين للستيدي ستيت ايرور، يعني يقلله او يخليه يساوي صفر. البي دي كنترولر ده بقى بيشتغل في فتره الترانزنت اللي هي الفتره اللي في الاول اللي انا بقول بيبقى غير مرغوب فيها وعايزين نقللها على قد ما بنقدر.
فبيعمل سبيد اب للسيستم ريسبونس، اللي انا بقول بيقلل الفتره، بيقلل الفتره يعني بيعمل سبيد اب للريسبونس، بيخليه يعدي بسرعه في الفتره دي، فبيخليها اقل ما يمكن. طبعا يعني من ضمن الحاجات اللي هو بيعمل لها تحسين في الفتره دي الماكسيمم بيك او الماكسيمم اوفر شوت، بيحاول ان هو يقللها على اساس ان ما تعلاش بشكل زياده عن اللزوم، تعمل دامج للسيستم بتاعي. فالبي دي كنترولر هو بيبقى شغال في الفتره بتاعت الترانزيت. طبعا كل ما يتعلق بيها بقى زي الرايز تايم، الماكسيمم بيك، السيتلينج تايم، كل ده بيتعلق بفتره الترانزيت. البي اي دي كنترولر بقى هو خليط ما بين البي اي والبي دي، يعني بيشتغل في الاثنين، فتره الترانزيت وفتره الاستي ستيت، فبيعمل تحسين للاثنين. البديل لهم بقى الفيز ليد كنترولر والفيز لاج والفيز ليد لاج. طبعا الفيز ليد هو نفس الوظيفه بتاعت البي دي كنترولر، الفيز لاج هو نفس الوظيفه بتاعت البي اي كنترولر، والفيز ليد لاج هو نفس الوظيفه بتاعت البي اي دي كنترولر. النوع الثاني اللي هو من ضمن التقسيمه اللي هي المودرن كنترولرز. طبعا المودرن كنترولرز هي الكنترولرز اللي بتتعمل ديزاين لها في حاله لو السيستم معرف بشكل تو ستيت ايكويشنز. احنا عارفين ان اي سيستم ممكن يتحط على صور كتير، ممكن يبقى في صوره موديل، يعني مدي لك رسمه فيها الاجزاء بتاعت السيستم، ممكن يبقى عباره عن ترانسفير فانكشن، ممكن يبقى بلوك دياجرام، مدي لك شكل بلوك دياجرام، او شكل التو ستيت ايكويشن اللي هي الاكس دوت بتساوي الاي اكس زائد البي في اليو، والواي بتساوي السي اكس زائد الدي في اليو، فده شكل. فالنوع ده بيشتغل في حاله لو السيستم ان ذا فورم اوف، يعني في صوره الستيت سبيس او التو ستيت ايكويشن. لو السيستم محطوط في شكل التو ستيت ايكويشن، الكنترولرز اللي بتستخدم في الحاله دي بيطلق عليها المودرن كنترولرز. فمثال لها زي الستيت فيدباك كنترول، او بيتقال عليه البول بليسمنت ديزاين. ده نوع من انواع الكنترولرز بيبقى وظيفته ان هو في بعض الاحيان ساعات لما بتيجي ان انت تحب تعمل عمليه كاليبريشن لسيستم، يعني ساعات بتلاقي ان السيستم بيدي لك اوتبوت من غير ما يبقى فيه انبوت، فده في الحاله دي يعني مش مظبوط. يعني المفروض ان انا لو ما دخلتش انبوت، المفروض ان السيستم بتاعي ما يدينيش اوتبوت. فالنوع ده من الستيت فيدباك كنترول بستخدمه كأحد الطرق اللي بتستخدم في عمل المعايرة أو عملية الكالبريشن للسيستم. فده الصورة العامة للكنترول أكشن بتاعه. اليو هو الكنترول أكشن اللي أنا رمز له هنا بالرمز يو، بتساوي ناقص الكي في الإكس، حيث الإكس دي الستيتس بتاعت السيستم، والكي ده الجين ماتريكس، يعني الجين اللي أنت بتعمل ديزاين وبتجيب قيمته. فهو بيعمل بيطلق عليه ستيت فيدباك، لانه بيعمل فيدباك من خلال الستيتس ويدخلها كانبوت، يعني كانه لغى الانبوتس اللي موجوده في السيستم بتاعه. فده يعني زي ما قلت يعني احد الاستخدامات اللي بيستخدم بيها الكنترولرز في حاله لو السيستم معرف بشكل التو ستيت ايكويشن. بيطلق عليه برضو البول بليسمنت ديزاين، طبعا لان هو بيبقى وظيفته ان هو بيخلي البولز بتاعت السيستم في اماكن غير الاماكن الاصليه اللي هو موجود فيها، بحيث ان الاماكن الاصليه بتكون عامله مشكله فبيغيرها وبيحطها في اماكن تانية تبع للديزاين، بحيث ان يدي لك الكنترول اكشن اللي انت عايزه. في بعض الاحيان لما بتيجي تعمل الستيت فيدباك كنترول، طبعا ده معتمد على ان انت بتاخد الستيتس بتاعت السيستم، يعني ان السيست تكون افيلابل فور ميجرنج، يعني متاحه عشان تقيسها. فلو في بعض الستيتس او كلها ما انتش قادر تقيسها، في الحاله ديت بلجا لما يسمى بالستيت استيميتور او الاوبزرفر. الاوبزرفر وظيفته ان هو بيعمل عمليه استيميشن، يعني بيجيب قيم تقريبيه للستيتس اللي انت مش قادر ان انت توصل لها او تقيسها. ساعات يا جماعه في السيستم بتاعك بتبقى وانت شغال زي مثلا موتور، والموتور ده بيلف وبيدور، وانت مثلا عايز تجيب قيمه قرايه لتيار او جهد، فما انتش عارف توصل للمكان نتيجة ان الموتور بيلف او بيدور عشان تجيب القراءة دي. ففي الحالة ديت يعني فبقول هنا ان الستيتس اللي هي التيار او الجهد انا مش قادر اقيسها نتيجة المكان بتاعها صعب الوصول له، ففي الحالة دي بعمل لها استيميشن. فاللي بيعمل استيميشن هو الاوبزرفر اللي انا بتكلم عليه. ساعات مثلا بيبقى ما معكش جهاز القياس المناسب للحالة اللي انت عايز تقيسها، يعني مثلا في جهاز تاكوميتر
عايز اقيس بيه سرعه موتور مش معايا، ففي الحاله ديت اعمل ايه؟ يبقى في الحاله ديت اعمل استيميشن لها. فالستيت استيميتور او الاوبزرفر هو احد الكنترولرز اللي بتستخدم في عمليه استيميشن للستيتس اللي احنا بنقول عليها اللي انت مش قادر توصل لها او اللي مش قادر تقيسها. فده يعتبر مثال من المودرن كنترولرز اللي احنا بنتكلم عليه. النوع الثالث اللي هو الاون اوف كنترولرز او بيتقال عليه التو بوزيشنز كنترولرز. النوع ده يا جماعه من الكنترولرز موجود في البي ال سي اللي هي اختصار بروجرامبل لوجيك كنترولر والمايكرو كنترولرز. البي ال سي والمايكرو كنترولرز يعتبروا مثال على التو بوزيشن كنترولر او الاون اوف كنترولرز. الاون اوف كنترولر بنقول عليها ان هي الكنترولرز اللي الكنترول اكشن بتاعها بيكون حاجه من اتنين، عشان كده بيتقال عليها اون اوف او تو بوزيشن. لا اما ان هو مثلا بيخلي الاوتبوت بتاعه هاي او لو، لا اما بيخلي الاوتبوت بتاعه ان هو يعمل انرجايزد او دي انرجايزد الكويل، يعني يشحن ملف او يفصل الكهرباء عنه. دايما بيستخدم مع الاكتويترز. فبالتالي النوع ده من الكنترولرز يعني لا يحتمل ان هو يكون حاجه من ثلاثه، لا هو حاجه من اثنين، لا يدي كهرباء لا يفصل كهرباء، لا اما نقول عليه هاي لا اما نقول عليه لو، لا اما نقول عليه واحد لا اما نقول عليه صفر، لا اما نقول عليه بيعمل كلوزد لدايره لا اما بيعمل اوبن لدايره وهكذا. فعشان كده بيطلق عليه الاون اوف كنترولرز او تو بوزيشن كنترولرز. فالنوع ده موجود في المايكرو كنترولرز والبي ال سي. يعني لو الناس استخدمت المايكرو كنترولر قبل كده هتلاقي ان 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 السيجنال اللي بتكون طالعه على الرجول بتاعت المايكرو كنترولر لو انت بتستخدمها كاوتبوت هتلاقي ان هو بيبقى يعني 5 فولت او 0 فولت، يعني اون او اوف، لو او هاي وهكذا. ان الكمبيوتيشنال كنترولرز او الكمبيوتيشنال انتليجنس كنترولرز فيها الفازي كنترول اللي احنا بنتكلم عليه. يبقى احنا عرفنا دلوقتي ان الفازي كنترول تبع الكمبيوتيشنال انتليجنس كنترولرز. طيب قبل ما نتكلم على الفازي كنترول، ايه هي الليميتيشنز اللي موجوده على الكونفنشنال او التراديشنال كنترولرز؟ يعني الكنترولرز التقليديه اللي هي الكلاسيكال الكونفنشنال اللي انتوا خدتوها زي البي دي والبي اي والبي اي دي اللي هو ده، ايه الليميتيشنز اللي موجود عليها؟ يعني ايه القصور اللي بيخليك في بعض الحالات ما بتقدرش تستخدمها؟ يعني الناس ساعات بتبعد عنها. هي طبعا مش وحش التراديشنال او الكلاسيكال كنترولرز يا جماعه، ما بنقولش انها وحش، لا، لو تقدر تستخدمها هي كويسه. يعني لو السيستم بتاعك ينفع ان انت تستخدم فيه كلاسيكال كنترولرز يبقى افضل من الفازي. لكن انا برجع للفازي ليه؟ لو انا ما قدرتش استخدم التراديشنال او الكلاسيكال كنترولرز عندي، يبقى نتيجه الليميتيشنز دي هي اللي بتخليني الجا للفصل. طيب بعض امثله الليميتيشنز اللي موجوده، اول حاجه السيستم نون لينيرتي. النون لينيرتي اللي موجوده في السيستم، طبعا يا جماعه احنا عارفين ان من ضمن المشاكل اللي بتقابل الناس لما تيجي تعمل موديلنج لاي سيستم، وخصوصا لو عايزه تعمل كنترولر له، عمليه ان انت يبقى السيستم عندك نون لينير. ده بيمثل يعني عمليه مور كومبلكس في الكمبيوتيشن، وان انت تعمل استابلايزيشن للسيستم، ان يعني هو السيستم يبقى ستيبل. لان انت ممكن لما تيجي تعمل ديزاين لكنترولر يبقى السيستم ان ستيبل. فبالتالي دي من المشاكل اللي بتقابل الناس وتخليهم يهربوا منها. طبعا احد حلولها ان هو عشان يقدر يعمل له موديل والكلام ده بيعمل ابروكسيميشن له، فبيعمل لينيرايزيشن، يعني بيقربه بان هو من نون لينير بيخليه لينير. فده المقصود باللينيرايزيشن، احد الطرق التقريبيه اللي بتستخدم عشان يتعامل مع النون لينير سيستم. يعني ما بيسيبوش نون لينير زي ما هو، بيهرب من المشكله دي وبيحوله لنون لينير لينير سيستم. تاني حاجه السيستم انسرتينتي او بيتقال عليها الانون سيستمز. ساعات في بعض الاحيان بيبقى في عندك المودلز اللي انت عاملها للسيستم، لو انت عامل موديل بيبقى ما هوش اكيوريت قوي، وبيبقى في عندك انون بارامترز موجوده في السيستم، وفي عندك بعض المعلومات اللي انت مش عارفها. زي مثلا تخيل لو انت في عندك موتور مثلا الداتا اللي عليه ممسوحه، ما انتش عارف البارامتر بتاعتها. فانت لما بتيجي تعمله فبتشوف الانبوت والاوتبوت، يعني بدي شويه قراءات كده ادخل له انبوت واشوف الاوتبوت بتاعه، بحيث ان انا اجيب الترانسفير فانكشن من خلال الريليشن او القراءات اللي انت خدتها للانبوت والاوتبوت. فانت كده يعني كانك عملت ابروكسيميشن له. يعني لما تيجي تعمل موديل، الموديل مش هيبقى اكوريت قوي. فبالتالي انت لسه قبل ما تعمل كنترولر بادئ اصلا بموديل ما هوش مور اكوريت، يعني هو بعيد شويه عن ان هو يكون اكوريت.
ما هوش دقيق قوي. فده بنقول عليه سيستم انسرتينتي، يعني ان انت مش متاكد من الموديل اللي انت عامله قوي نتيجه ان في عندك بعض الداتا اللي مفقوده في السيستم ده. تالت حاجه الانسرتينتي ان ميجرمنتس، وديت يا جماعه بتبقى جايه نتيجه ان انت في عندك زي ما قلنا من شويه في ايرور في الموديلنج اللي انت عامله، انت عامل مثلا ابروكسيميشن، عامل عمليه استيميشن، زي مثلا زي ما قلنا من شويه لو في ستيتس ما انتش قادر تقيسها فانت بتعملها استيميشن من خلال اوبزرفر، فكل الكلام ده بيعمل لك عمليه ايه ابروكسيميشن، فبالتالي كل الكلام ده بيضيف لك ايرور في الموديل بتاعك. البارامتر فاريشن يعني ايه، في بمرور الوقت بتلاقي البارامتر بتاع السيستم بتتغير، يعني لو في عندك مقاومه هتلاقي المقاومه ديت لو انت السيستم ده شغال بعد سنه بعد اتنين بعد تلاته هتلاقي قيمتها اتغيرت، التفاعل مع الجو والعوامل اللي انت البيئيه اللي هي محطوطه فيه. الاستوكاستيك نويز، النويز العشوائيه اللي ممكن تبقى في عندك نويز او ديستربنس موجوده في السيستم، كل ده بيؤدي للانسرتينتي الميجرمنتس اللي احنا بنتكلم عليها. التمبرال بيهيفير المقصود بيها ان السيستم والكنترولرز والانفايرومنت والكونسترينتس اللي موجود عليها بتتغير بمرور الوقت، فاري ويز تايم. يعني المقصود بيها يا جماعه ان انت بمرور الوقت بتلاقي ان البارامتر بتاعت السيستم والكنترولرز اللي موجوده عندك والبيئه نفسها ممكن تتغير، يعني درجه الحراره اللي موجوده، التغيرات المناخيه من الصيف للشتاء، الكلام ده، البيئه اللي انت بتشتغل فيها، كل الكلام ده بيأثر على الكنترولرز والسيستمز نفسه. اخر حاجه اللي هو الامبريسياس والفيج نوليدج اوف هيومن اكسبيرتس. امبريسياس يعني المقصود بيها يعني غير دقيق، فيج نوليدج يعني المعلومات المبهمه الخاصه بالهيومن اكسبيرتس، يعني ان انت مثلا من المقصود بيها الهيومن اكسبيرتس لو هو عنده داتا في دماغه احنا مش قادرين ندخلها في السيستم عندي، مانيش قادر اعمل لها امبلمنتيشن، فهي بالنسبه لي كانها فيج نوليدج، يعني معلومات مبهمه، معلومات غامضه، امبريسياس معلومات غير دقيقه وهكذا. فطبعا الكلام ده كله ما يقدرش ان هو في الكلاسيكال او الكونفشنال كنترولرز يتعامل معاه. يبقى الحته الاخيره اللي هي رقم 6 دي، في بعض الانظمه ساعات بتحتاج دماغ الراجل اللي هو المشغل اللي بيتعامل مع السيستم، محتاج ان انا اراعيها وانا بعمل ديزاين لكنترولر. ففي الحاله ديت انا ما اقدرش اعمل الكلام ده مع البي دي او البي اي او البي اي دي كنترولر. ايه هي بقى المميزات بقى بتاعه الفازي كنترولرز؟ اول حاجه مور روبستنس، يعني اكثر صلابه او متانه او قوه تحمل يعني مقصود بيها. فبنقول ان الفازي كنترولر يا جماعه تعتبر مور روبستنس عن الكلاسيكال كنترولرز زي البي دي او البي اي او البي اي دي كنترولر، لانه بيبقى له رينج من الاوبريتنج كونديشنز اعلى واكبر من الكلاسيكال كنترولرز العاديه، يعني ممكن يشتغل في ظروف تشغيل متعدده ومختلفه وممكن يتعرض لنويز او ديستربنس مختلفه في الطبيعه، يعني بخلاف البي دي او البي اي دي كنترولر او البي اي كنترولر، كلهم لو انت عامل الديزاين في تحت ظروف معينه والظروف دي اتغيرت لازم تعمل ابديت وتغير الكنترولر اللي موجود عندك. انما الفازي كنترولر بيبقى في عندك رينج من الاوبريتنج كونديشنز ينفع ان هو يتعامل معاها. تاني حاجه يعتبر ارخص في السعر، يعني انت تيجي تعمل ديفلوبنج يعني انت تطور او تصمم فازي كنترولر بيبقى طبعا الكلام ده ارخص من ان انت تعمل ديزاين لاي كلاسيكال كنترولرز من الثانيه، وخصوصا لان هو معظم الحاجات دي تبقى بيزد على السوفت وير، يعني ان انت بتكتب برنامج زي برنامج كده يدي الكنترول اكشن اللي انت عايزه زي ما هنشوف لما نيجي نعمل الديزاين مع المحاضرات واحنا بنشرح. كاستمايزابل يعني المقصود بها القابله للتخصيص، يعني ان انت بسهوله جدا تقدر تعمل موديفاي للكنترولرز من خلال الرولز بتاعته. زي ما هتشوفوا يعني لما نيجي نشرح الفازي كنترولر هتلاقي الاستراكشر بتاعه من جوه، يعني بيتكون من شويه حاجات اهمهم حاجه اسمها الرولز، القواعد الحاكمه له. القواعد الحاكمه للكنترولر ده بتبقى مصاغه بشكل ناتشرال لانجوستيك تيرمز، يعني مصطلحات او تعبيرات لغويه او لفظيه باللي احنا بنستخدمها في التعامل بتاعنا، بشكل عبارات بيتقال عليها اف زين ستيتمنتس، عبارات يعني لو جالك كذا اعمل كذا، يعني بيقول له مثلا لو الايرور جه بصوره معينه خلي الاوتبوت يكون كذا وهكذا. فبالتالي الصيغه بتاعته زي ما هنشوف بعد كده بصيغه يفهم الشخص العادي ان هو يفهمها، لو انت قريتها هتلاقي نفسك تعرف تفهمها.
فعشان كده بنقول ان هو كاستمايزابل، يعني ممكن تعدل فيه وتعمل له ابديت او موديفيكيشن للرولز بتاعته. اخر حاجه ايزي تو ديزاين اند امبلمنت، يعني سهل جدا انت تعمل ديزاين للفازي كنترولر وتعمل له امبلمنتيشن. الابلكيشن بتاعت الفازي كنترولرز، اول حاجه في كونسيومر برودكتس، يعني اللي هي المنتجات اللي بتبقى خاصه بالمستهلك زي الووشنج ماشينز، المايكرويف اوفنز، الرايس كوكرز، الفيكوم كلينرز، السيرموبوت او الالكتريكال كاتل، والانتليجنس اير كونديشننج سيستم يوزنج الفازي كنترولر، زي اللي هي المقصود بيها اجهزه التكييف اللي شغاله بانظمه الفصل. طبعا يا جماعه يعني في غسالات احنا بنشوفها دلوقتي ممكن تكون موجوده عندك في البيت، هتلاقي مكتوب عليها فازي لوجيك. الغسالات ديت يعني البرامج بتاعتها والكنترولر بتاعها اللي شغاله بيه، اللي هو بيدي الدوره بتاعه الغسيل وان هو يشغل الماتور ويوقف الماتور ويخليه يلف في اتجاهات معينه، ده بيبقى الحاجات دي كلها دلوقتي شغاله بالفازي. فبالتالي يعني في منتجات استهلاكيه احنا بنشوفها في البيوت عندنا شغاله بيه. فاحنا بتجي لك اهو بعض اشكال لهم زي ما انتم شايفين اهو، ده الرايس كوكر، السيرموبوت، الووشنج ماشين، الفيكيوم كلينر، كل الحاجات ديت في منها موجود حاليا شغال بتقنيه الفازي كنترول. في مجال السيستمز من ضمن الابلكيشنز اللي موجوده زي الفازي بي اي دي كنترولر، يعني زي الكلاسيكال بي اي دي بس معمول بالفازي، زي مثلا على سبيل المثال في عندنا ان انت تتحكم في سرعه دي سي موتور باستخدام الفازي بي اي دي كنترولر، يعني ده مثال موجود بالفعل الناس استخدمته، ان انت تعمل كنترول على السبيك بتاعه الدي سي موتور باستخدام الفازي بي اي دي كنترولر. الاليفيتورز اللي هي المصاعد الكهربائيه، بتلاقي معظم الناس شغاله دي دلوقتي بتقنيه البي ال سي او الفازي، يعني في شركات شغاله كده وشركات شغاله كده. في الترين والاوتوماتيف في عمليه الترانسميشنز والبريكر، ان انت لما تيجي تعمل فرامل في عربيه او في القطارات معظمها دلوقتي شغال بتقنيه الفازي، وخصوصا بيعمل كنترول للاي بي اس بريكنج سيستم اللي هو المقصود بيه نظام الفرامل اللي موجود فيه بتقنيه الاي بي اس، فده شغال بالفازي سواء للقطارات او العربيات، في عربيات وقطارات شغاله بيه. الترافيك كنترول، اشارات المرور، اشارات المرور شغاله، في ناس بتعملها بالمايكرو كنترولر وفي ناس بتعملها باستخدام الفازي. الكرينز اللي هي الرفعات، في عندنا اللي هو يا جماعه الانتليجنت فازي كنترولر فور او اوف ان ماند كواد روتور هليكوبتر، اللي هي المقصود بها طائرات اللي هي لها اربع مواتير، تبقى طائرات ان ماند يعني بدون طيار، فعمليه التوجيه بتاعها بيتم من خلال الفازي كنترول. دي بعض امثله لمجال السيستمز اللي احنا قلنا عليه. نيجي بقى لبدايه الفازي بتاعنا، احنا كل ده كان يعتبر مقدمه ودخله. احنا بنقول يا جماعه ان الفازي هنا كمصطلح، كلمه فازي كترجمه بالعربي يعني بمعنى مبهم، فاحنا بنقول ستاندز فور الفازي، يعني بتشير الى امبريسياس اور فيج كونسبتس، يعني بتشير الى امبريسياس يعني اللي هو الغير دقيق والفيج اللي هو الغامض، فنقول بيها الكونسبتس يعني المفاهيم او المصطلحات الغير دقيقه او الغامضه. يعني ايه بقى الغير دقيقه؟ يعني مثلا على سبيل المثال لما اجي اقول لك درجه الحراره عاليه، طب عاليه ديت يعني ايه؟ يعني مثلا 30 35 40 70 80، ما كل دي اسمها درجه حراره عاليه، فدي اسمها يعني الالفاظ دي اسمها كده امبريسيوس، يعني غير دقيق، فيج غامض مش واضح، يعني دي مفاهيم غير دقيقه او واضحه. لما اقول لك الشخص ده طويل، لما اقول لك الايرور في السيستم هنا كبير، لما اقول لك الايرور هنا في السيستم كبير قوي، ايه كبير وايه كبير قوي؟ فهنا المصطلحات دي بيتقال عليها امبريسيوس اور فيج كونسبت، فدايما الفازي بيشير دايما للمصطلحات دي. اول واحد يا جماعه عمل يعني الموضوع، دخل في موضوع الفازي، كان عالم اسمه لطفي زاده في سنه 95، قدم مفهوم نظريات عن الفازي سيتس واللوجيك، يعني هو اللي اول واحد اشار للمجال او الفيلد بتاع الفازي، فاول نظريات قدمها كانت للفازي سيتس اند لوجيك، مجموعات الفازي والمنطق بتاع الفازي.
طبعا يا جماعه الراجل ده يعني كان له يعني مقوله شهيره جدا، كان بيقول لك ذا كلوزر وان لوكس ات ا ريل وورلد بروبلم ذا فازير بيكمز اتس سوليوشن. يعني بيقول لك كل ما الواحد يقرب من اي مشكله موجوده في الطبيعه في الريال وورلد، كل ما يلاقي ان الفازي هو الحل بتاعه. طبعا يعني ده مصطلح متحيز شويه للفازي، لكن يعني هو الراجل يعني كان طبقه وبدأ يعني يحبب الناس فيه، وقعد فترة كبيرة جدا عشان يبدأ يبقى له يعني مجال في التطبيق وكده، لكن هو دلوقتي فعلا بقى مستخدم بكثرة كبيرة جدا في الوقت الحالي اللي احنا شغالين بيه. وبنبه تاني يا جماعة، لما اجي اسألك سؤال اقول لك هو الكلاسيكال كنترولرز احلى احسن ولا الفازي كنترولر هو اللي احسن، لا ده له مجال وده له مجال. الفازي كنترولر هو بيستخدم في حالة لو انت ما قدرتش تستخدم الكلاسيكال كنترولرز، لو في ليميتيشنز عندك، لو انت شايف ان الاداء بتاع الفازي بتاع الكلاسيكال كنترولرز مش مرضي معاك، فبلجأ للفازي كنترولرز. لكن لو الكلاسيكال كنترول هيشتغل معاك كويس يبقى انا ألجأ للكلاسيكال كنترولرز. نعرف بقى ما يسمى بالفازي سيتس. ايه المجموعات اللي بيتقال عليها مجموعة الفازي؟ احنا خدنا قبل كده في دراستنا في الرياضة يعني ايه مجموعة. بيبقى عندك شوية عناصر مشتركين في خصائص معينة، فبنقول بينتموا المجموعة، فبندي للمجموعة اسم وبنحطهم بين اقواس مجموعة، وبنقول عليهم اللي بين الاقواس دول العناصر بتوع المجموعة. زي مثلا اما اقول لك مجموعة الاعداد الموجبة الصحيحة، لو انا سميتها مثلا اكس، فكأني بقول المجموعة اللي اسمها اكس دي عبارة عن 1 2 3 4 5 6 لحد ما لا نهاية، دي اسمها مجموعة الأعداد الصحيحة الموجبة. لما أقول لك مثلا مجموعة الأعداد الصحيحة السالبة، يبقى من سالب 1 لحد السالب ما لا نهاية. لما أقول لك مثلا مجموعة الأعداد اللي محصورة ما بين الواحد، مجموعة الأعداد الصحيحة اللي محصورة ما بين الواحد والخمسة، يبقى 1 2 3 4 5 وهكذا. فاحنا خدنا قبل كده مفهوم المجموعة. المجموعة احنا بنعرفها شوية عناصر مشتركين في شوية خصائص معينة. العناصر بنقول عليهم عناصر المجموعة، مشتركين في شوية خصائص زي ما اقول اعداد صحيحة، اعداد موجبة، مش عارف كسرية زي ما انت تقول. فبالتالي ايه؟ لما نقول ان في عندي مجموعة مش فاضي، انا بتكلم عن المجموعة العادية اللي احنا درسناها، وعندي عناصر، العناصر دي بقول لا بينتموا للمجموعة لا ينتموا للمجموعة، مفيش حاجة في النص. يعني مفيش حاجة تقول لي هو بينتمي بحاجة معينة أو لا ينتمي بحاجة معينة، لا هو لا آه لا لا بينتمي ولا لا ينتمي. إنما الفاظ بقى يا جماعة عمل إيه؟ قال لك إن العنصر ممكن ينتمي للمجموعة بمقدار معين، وفي نفس اللحظة لا ينتمي للمجموعة بمقدار آخر. يعني يبقى له درجة انتماء ودرجة عدم انتماء. فهو من هنا جات الاستخدام بتاعه القوي في الحتة دي، ان ينفع العنصر يبقى بينتمي للمجموعة بمقدار معين، وفي نفس اللحظة لا ينتمي للمجموعة بمقدار اخر. طيب لما يجي يعبر عن عناصر خاصة بمجموعة فازي بيعملها ازاي؟ بيدي اسم، زي مثلا هنا انا مسمي لك هنا مجموعة اسمها ايه، المجموعة دي بتمثل فازي 6، فانا بقول هنا فازي 6 اسمها ايه، بيحطها بين اقواس مجموعة. ده شكل قوس المجموعة اهو، بيفتحوا ويقفلوا يمين وشمال، بين الأقواس دي بيحط إيه؟ بيحط الإليمنتس بشكل أوردرد بيرز. يعني إيه؟ يعني أزواج مرتبة، يعني ما بين قوسين دائريين كده بيحط العنصر وبين كوما درجة انتمائه، يعني بصورة إكس وواي، حيث الإكس اللي هو العنصر والواي اللي هو درجة انتماء العنصر للمجموعة. فهنا بيرمز للعنصر بالرمز إكس آي، وبيرمز لدرجة انتمائه بالرمز ميو اي اوف اكس اي. خلي بالك بقى هنا الاي هو اسم المجموعة، والميو هو هنا مدى انتماء العنصر للمجموعة، والاكس اي ده العنصر. فلما اجي اقول ميو اي اوف اكس اي، يعني المقصود بيه درجة انتماء العنصر اكس اي في المجموعة اللي اسمها ايه. يبقى تاني، يبقى بيحط العناصر بشكل ازواج مرتبة، بيبدأ بالعنصر اللي هو اللي انا مسمينا اكس اي، وبعدها كومة، بيبدأ بالميو اللي هي مدى انتماء العنصر للمجموعة. تعال بقى نبص نشوف التعريف. بيقول لك هنا افازي ست، المجموعة اللي بيطلق عليها فازي، is built from، يعني بتبنى من a universe of discourse بيسميه، المقصود هنا بكلمة
يونيفيرس اوف ديسكورس يعني مجال، المجال اللي معرف عليه العناصر بتاعه المجموعه، بيرمز له بالرمز يو. يو دي اختصار يونيفيرس اوف ديسكورس. فبيقول لك لو انا فارض ان اليو ده اللي هو المجال اللي معرف عليه عناصر المجموعه، وليكن اكس 1 اكس 2 اكس 3 لحد اكس ان، فبقول لك هو ده اليونيفيرس اوف ديسكورس. فانا بعرفك هنا ان الفاز سيت اللي اسمها ايه، اللي هي العناصر بتاعتها موجوده في اليونيفيرس اوف ديسكورس اللي اسمه يو، حيث الايه ديت مجموعه جزئيه من اليو، يعني هي معرفه عليه، يتم تعريفها بشكل اسيت اوف اوردر بيرز بالصوره دي، هي دي مجموعه الفازي اللي احنا بنعرف عليه. وبعرفك هنا وير الاكس اي، الاكس اي ده اللي هو الاليمنت اللي بينتمي للمجموعه، ده بينتمي لليونيفيرس اوف ديسكورس اللي هو المجال بتاعها. والميو اي اوف اكس اي دي بتاخد قيم من صفر لواحد، اللي هي بتعبر عن مدى انتماء العنصر للمجموعه. شوف انا كاتب لك ايه، ريبريزنتس يعني الميو دي بتمثل ا ميجر اوف ذا ديجري، يعني مقياس لمدى انتماء العنصر اوف ذا ديجري اوف بلونجنج، يعني مدى درجه انتماء العنصر اكس اي للفاز سيت اللي اسمها ايه. وبيطلق على الميو اي اوف اكس اي ذا ممبر شيب ديجري اور جريد، يعني بيسميها كده الميو دي بيطلق عليها الممبر شيب ديجري او ممبر شيب جريد، في بعض الكتب بتسميها كده. طيب ليه بقى يا جماعه بيقول درجه الماء من صفر لواحد؟ اولا الميو ديت اللي انا قلت لك من شويه انها بتمثل مدى انتماء العنصر للمجموعه، يعني احنا قلنا يا جماعه ان احنا هنقول ان العنصر بينتمي بنسبه معينه او لا ينتمي بنسبه معينه، فهو بيفترضها كنسبه مئويه كانها من صفر ل 100%. ما هو خلاص بقى 100% يعني انت خلاص متاكد 100% ان هو بيتاكد، مفيش حاجه فوق ال 100%. فعشان كده لما بيجي يتعامل بدل ما ياخد الارقام كنسبه من صفر ل 100% فكانه بيقول 100% يعني 100 على 100 عشان يخليها بشكل نسبه مئويه، فكانه بيقول 1، فكان من صفر ل 1 دي هي الرينج اللي من صفر ل 100%. فعشان كده يعني بيدي رينج تدرج لمدى الانتماء، لو انا متاكد ان هو بينتمي لها بنسبة كبيرة جدا فبدلها 1، لو مش متأكد خد رينج بقى من صفر لواحد زي ما انت عايز. في بعض الكتب بتقول على الميو ديت بدل ما يقول لك مدى انتماء العنصر للمجموعة، يعني مقدار المصداقية لانتماء العنصر للمجموعة، يعني انت بتقول لفظة وبتقول ان الاكس اي ده بينتمي للمجموعة اللي اسمها ايه بدرجة انتماء ميو اي اوف اكس اي، فالميو اي اوف اكس اي ديت مدى مصداقية القول بتاعك، فهي نفس المعنى، يبقى دي نسبة بتعبر عن مدى انتماء العنصر للمجموعة. طب تعال نشوف مثال كده عشان يوضح بيه الكلام ده. بقول لك هنا في المثال اللي قدامك ده، لو في عندك هنا فاز ست A فيها أربع عناصر، عنصر اسمه إكس 1 وإكس 2 وإكس 3 وإكس 4. وبقول لك العناصر دمت لهم ممبر شيب ديجريز اللي هي الميو A يعني بتاعتها بالشكل ده. الميو A للإكس 1 بنص، الميو A للإكس 2 بواحد، الميو A للإكس 3 ب 75%، الميو A للإكس 4 بنص. يعني مقدار انتماء الإكس 1 للA بنص، مقدار انتماء الإكس 2 للA بواحد، مقدار انتماء الإكس 3 للA ب 75%، مقدار انتماء الإكس 4 للA بنص. فأنا بقول لك هنا اكتب لي فول ديفينيشن يعني تعريف كامل للفاز سيت A. طبعا يعني كأني بقول الA هتساوي، وأحط بقى مجموعة من الأوردر دي بيرز في شكل أزواج، أزواج مرتبة. يبقى الاليمنت الاولاني انت بتقول من اكس 1 لاكس 4، اكس 1 اعمل كوما بعدها الميو بتاعته بكام؟ اهو بنص، حطيتها بنص وبعدين كوما. الزوج الثاني الاليمنت اكس 2 الميو بتاعته بكام؟ اهو اكس 2 الميو بتاعته بواحد، وبعدها الاليمنت اكس 3 الميو بتاعته ب 75%، الاليمنت اكس 4 الميو بتاعته بنص، وهكذا. يبقى هي ديت التعريف الكامل للفاز سيت ايه في الحاله دي. تعال نشوف مثال ثاني كده. بقول لك لو في عندي فاز ست بتمثل درجة الحرارة العالية، فبقول لك هنا فاز ست تم ريبريزنت، يعني فاز ست مسميها تم ريبريزنت ذا هاي تمبريتشر فاليوز يعني درجات الحرارة العالية، ويز ذا فولوينج اليمنتس يعني فيها العناصر التالية 20 25 29 33 37 39 41 43 43. طالب منك اسيتبل ديفينيشن تعريف مناسب للفاز سيت اللي هي بتمثل درجات الحراره العاليه اللي هي الهاي تمبريتشر. فانا قلت هنا بصوا بقى كده يا جماعه،
انا سميتها هاي تمب. هاي طبعا اتش اللي اختصار هاي يعني درجات الحراره العاليه. سمي اي اسم ان شاء الله، حتى تسميها ايه، سمي التسميه اللي انت عايزها، ده ليبل مجرد تسميه. الكلام ده بيساوي بين قوسين اقواس المجموعه حط الاليمنتس، وبين كل يعني اليمنت احنا بنحطها طبعا في شكل اوردر بيرز يعني ازواج مرتبه، حط الاليمنت وبعده كومه المقدار انتمائه. طبعا هو هنا ما اجبركش، يعني بيقول لك ايه، انت حط حاجه مناسبه، يعني انت من وجهه نظرك ال 20 دي بتنتمي لدرجات الحراره العاليه، يعني هي درجه حراره عاليه؟ انا في وجهه نظري لا، فعشان كده حطيتها صفر. صفر يعني انا بقول لا تنتمي، يعني مفيش اي مقدار انتماء. طب ال 25، يعني 25 بقول يعني بتنتمي، فانا اديت لها 1 من 10. طبعا يا جماعه احنا في تفاوت بينا، يعني ممكن واحد يقول لي لا انا شايف ال 25 دي بتنتمي ب 5 من 100، ب 1 من 100، بصفر برضه ماشي. طب ال 29 يعني عليتها شويه، قلت 4 من 10، ممكن واحد يقول 2 من 10، 3 من 10. ال 33 اديتها 6 من 10، ال 37 اعلى شويه، ال 39 عليتها، ال 41 انا شايف بقى يعني ان 41 دي عاليه خالص فاديتها 1، فانا شايف ان من فوق ال 40 كله ياخد 1. طبعا ده احد التصميمات، يعني ممكن واحد تاني لما يجي تقابله حاجه زي ديت يعمل حاجه تانيه، يعني تصميم تاني. فبالتالي هنا يعني الشخص اللي بيعمل الديزاين او التصميم هو اللي حط الكلام ده، يبقى ده لو انا بقترح حاجه زي دي ممكن ده شكل مناسب. طبعا انا بقول ده مش اجبار، بمعنى انا بشغل مخي، يعني انا هنا كاني بقول درجات الحراره العاليه من وجهه نظرك، فانت بتدي تدرج بقى، يعني ال 25 بالزي 29، ال 33 بالزي 37، وهكذا. فالتدرج ده من صفر لواحد، فانت بتدي مدى انتماء، كل ما تقرب من الواحد كل ما بتقول ان الايتم ده او العنصر ده بينتمي بقوه او بشده للمجموعه دي. الاكس لما كانت يا جماعه هنا بقيمتها ب 1.8 من 10 اهي، كانت الميو بنص، عوض هنا طبعا ال 1.8 من 10 محصوره بين 1 و3، لو شلت الاكس وحطيت 1.8 من 10 هتدي لك ان الميو قيمتها بتساوي نص. مثال تاني لو الاكس ب 2.5، طبعا 2.5 برضك في نفس الفتره هتعوض في المعادله دي هتدي لك 75%. لو الاكس ب 3، لو عوضت على الاكس ب 3، طبعا 3 ينفع تعوض في الاولى او الثانيه اي واحده فيهم، هتدي لك الميو ب 1. طبعا هي واضحه يعني 3 ب 1. فبالتالي لو انت عايز بقى تعوض عن ازواج مرتبه ينفع اهو، يبقى 1.8 من 10 ده الاكس كومه الميو بتاعته بنص، ده زوج اهو، زوج ثاني 2.5 كومه الميو بتاعته 75%، زوج ثالث 3 كومه الميو بتاعتها ب 1، وهكذا. يبقى اذا الجرافيكال فيجر يعني الشكل الرسومي اللي عندك هو بيستعيد عن الازواج المرتبه دي، هي يعني ده شكل من ضمن الاشكال اللي بيعبر بيها عن الفاز الذاتي. مثال تاني زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، مدي لك هنا تو فاز سيتس، واحده اسمها شورت باللون الاحمر، واحده اسمها طول باللون الازرق. طبعا زي ما انتم شايفين يعني دي بيبين لك يعني الاشخاص يعني ان هو طويل او قصير، فبيقول لك هنا هاو تول اور شورت وي ار، يعني ده مثال ان هو بيعرفك الى اي مدى الناس يعني طويله او صغيره. فطبعا يعني ده من وجهه نظر اللي راسم الرسمه دي، يعني مثلا من وجهه نظره ان الشخص اللي طوله بالسنتيمتر، لو واحد مثلا يعني على سبيل المثال طوله 160، في الحاله دي شوف ال 160 نفسها بالنسبه للفاز اللي اسمها طول الميو بتاعتها بصفر، يعني ما هوش طويل خالص، يعني كانه لا ينتمي له، وفي نفس اللحظه بينتمي للشورت بميو مقدارها 1، يعني هو قصير، يعني 160 ده قصير قصير يعني. طبعا الاقل 160 كمان قصير، يعني الميو بتاعتها ب 1. طيب لو كبر شويه عن ال 160، خلي بالك بقى لما بيكبر عن ال 160 الطول يزيد شويه بيبدا يظهر له ميو للطول، وبتبدا تقل الشورت عن الواحد، زي مثلا لو 170، لو 170 شوف هنا بيقول لك ان هو بينتمي للشورت ب 50%، يعني بنص اهي، وللطول بنفس القيمه بنص، يعني بنفس المقدار هنا وهنا. طب شوف ال 180، ال 180 يعني طويل طويل بينتمي للطول بميو مقدارها 1 وللشورت بميو مقدارها 0، وهكذا. ده مثال تاني ل 3.6 بيبين التغيرات في درجات الحراره، واحده بتمثل درجه الحراره الكولد اللي هي البارده يعني او المنخفضه، واحده اللي هي الورم اللي هي الدافيه، واحده الهوت اللي هي العاليه او السخنه. فطبعا زي ما انتم شايفين يعني
المحور الافقي ده بيمثل التمبريتشر، رمز لها برمز تي، دي بعض امثله لها. لو انت وقفت عند اي واحده وطلعت بخط راسي هتعرف مدى انتماء العنصر لاي فازيت انت عايزها. ايه الديفرنس ما بين الفاز سيت والكلاسيكال سيت؟ انا قلتها وانا بتكلم من شويه يا جماعه، لما انا جيت قبل ما ابدا اشرح الفاز سيت قلت لك المجموعه العاديه اللي احنا درسناها هي دي الكلاسيكال سيت. الكلاسيكال سيت المقصود بيها المجموعه العاديه. في بعض الكتب يا جماعه بدل ما بتسميها كلاسيكال سيت بتسميها باينري سيت. طبعا الناس عارفه الباينري هنا يعني نسبه للباينري سيستم اللي هو النظام اللي موجود في الكمبيوتر اللي هو نظام الصفر او الواحد اللي هو النظام الثنائي. فكلمة باينري هنا يعني ست، يعني المجموعة الثنائية، نسبة إن العنصر بيها لا إما بينتمي لا إما لا ينتمي، عشان كده بيسميها باينري. يبقى إذا الكلاسيكال ست هي الباينري ست في نفس المفهوم أو المصطلحات بتوع الناس بتوع كنترول. فبنقول عليها إن 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 المين ديفرنس بقى هو إن في الكلاسيكال أو الباينري ست إن الإيليمنت العنصر اللي فيها ايزر ا ممبر اور نون ممبر اوف ذا سيت، يعني بلونج اور نوت بلونج، يعني اما العنصر بينتمي للمجموعه او لا ينتمي للمجموعه، مفيش حاجه وسط. انما الفاز سيت العنصر ممكن ينتمي للمجموعه بسام ديجري وات ذا سيم تايم لا ينتمي للمجموعه بسام ديجري تاني. فبالتالي يعني ده الفرق الجوهري اللي بين الكلاسيكال سيت والفاز سيت، ان في الكلاسيكال سيت حاجه من اتنين، لا العنصر بينتمي لا العنصر لا ينتمي. لا العنصر بيقول عليه ممبر، ممبر يعني عنصر، او نون ممبر يعني مش عنصر، ممبر عنصر يعني بلونج، نون ممبر مش عنصر يعني نوت بلونج. انما في الفازي ممكن يبقى عنصر في المجموعه بديجري معينه وفي نفس الوقت مش عنصر في المجموعه بديجري تانية. طيب تعالى كده يا جماعه، يعني في حاجه نسينا نقولها. لو انا بقول لك مثلا ان في عنصر بينتمي للمجموعه A بميو مقدارها مثلا 4 من 10، طب هو لا ينتمي للمجموعه A بميو مقدارها كام؟ طبعا يا جماعه مش احنا بنقول من 0 لـ1؟ طب انت قلت مدى الانتماء ب 4 من 10 يبقى مدى عدم الانتماء كام؟ 6 من 10 يعني الواحد ناقص ال 4 من 10 لان مقدار الانتماء من 0 لـ1، فانت خدت منه 4 من 10 كمقدار انتماء، يبقى الباقي مقدار عدم انتماء. عشان كده بنقول ينتمي وفي نفس الوقت لا ينتمي، اهو عنصر في المجموعه بمقدار معين وبرضك في نفس الوقت هو مش عنصر في المجموعه بمقدار تاني. يبقى تاني يا جماعه الناس تلاحظ بقى في الحته دي، لما اجي اقول لك في عنصر بينتمي للمجموعه بميو مقدارها 4 من 10، هيها لو انا قلت لك ان العنصر ده لا ينتمي للمجموعه بميو مقدارها 6 من 10. شوف بقى اشهر الممبر شيب فانكشنز اللي هي الميو، يعني اللي بيعبر بيهم عن الفاز سيتس باشكال جرافيكال. احنا قلنا من شويه وديتك بعض امثله ان هو ممكن يديها لك بشكل ازواج مرتبه، او ان هو يديها لك بشكل ايكويشنز، او ان هو يديها لك بشكل جراف يعني رسمه. فمن ضمن الاشكال اللي موجوده اشهرهم اول حاجه اللي هو التريانجولار ممبر شيب فانكشن، يعني الشكل اللي هو المثلثي بيعبر عن الفاز سيت بشكل مثلث بالصوره دي، بحيث ان شكل المثلث ده هو الميو بتاعتي والعناصر اللي موجوده على المحور الافقي هي الاليمنتس اللي بتنتمي للفاز سيت اللي هو هنا في المثال ده بسميها اكس. طبعا يا جماعه اي مثلث بيبقى له 3 كنترول بارامتر، يعني 3 قيم بيتحكموا في الشكل بتاعه اللي انا مسميهم هنا برمز A وB وC. على حسب قيمه الA والB والC بيتحدد اذا كان المثلث قائم الزاويه او متساوي الساقين او حد الزاويه او 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 وهكذا. فبالتالي يعني اللي بيحدد شكل المثلث هو قيم الاي والبي والسي. فان جنرال بصوره عامه طبعا لو عايز اجيب معادله الكلام ده بشكل ايكويشنز، طبعا الفتره من اي لبي ده خط، الفتره من بي لسي ده خط تاني، وبعد كده بصفر. طبعا بنفس الطريقه اللي احنا شرحنا بيها من شويه ازاي ان انت تقدر تجيب المعادله بتاعه الخط المستقيم اي واحد فيهم. لو انا عايز الفتره من A ل B مثلا، الاقي ان انا عندي النقطه ديت اسمها A والميو بتاعتها صفر، النقطه الثانيه اللي هي ال B والميو بتاعتها واحد، دول نقطتين اهم. قول بقى ميو ناقص ال B على اكس ناقص ال A بتساوي فرق الصادات على فرق السينات، زي ما احنا قلنا فرق الصادات اقول 1 ناقص 0 على فرق السينات اللي هي ال B ناقص ال A.
طرفين فوسطين يدي لك ان الفتره من A ل B هتبقى x ناقص A على B ناقص A. نفس الكلام في اللي بعدها هتدي لك C ناقص x على C ناقص B. طيب النوع ده مثال مديهولك اهوت يا جماعه، مثال نيوميريك، يعني مدي لك هنا ال A وال B وال C، مدي لك ال A بسالب واحد وال B بصفر وال C بواحد. لو عوضت في المعادلات اللي احنا استنتجناها من شويه هيدي لك ان الايكويشنز الميو اي اوف اكس في الفتره من صفر لسالب واحد هيدي لك الاكس زائد واحد، والفتره من صفر لواحد بواحد ناقص اكس وصفر في اي مكان تاني. طبعا دي امثله لبعض الكلام اللي عوضنا بيها تقدر بسهوله جدا تستنتجها. يعني لو حطيت الاكس بصفر وحطيت اكس ب 2 من 10 تقدر تجيب الميو عند اي فتره انت عايزها. الشكل الثاني اللي هو شكل الترابوزويدال، الترابوزويدال ممبر شيب فانكشن يا جماعه. طبعا الترابوزويدال بيتحكم فيه باربعه كنترول بارامتر اللي انا مظروف هنا برمز A و B و C و D، حيث طبعا ان ال D اكبر من ال C اكبر من ال B اكبر من ال A، او نقدر نقول ال A اقل من ال B اقل من ال C اقل من ال D. فبيبقى في عندي اربع كنترول بارامتر بنتحكم فيهم في الشكل بتاعي. طبعا ان جنرال ثلاث فترات، الفتره من A ل B ده الخط المستقيم، الفترة من B ل C طبعا واضح ان هي بواحد، الفترة من C ل D ده الخط المستقيم اللي هو بينتمي له، تقدر تحطهم بشكل ايكويشنز بالصورة دي. فده من ضمن الأشكال اللي موجودة شكل الترابوزويدال ممبر شيب فانكشن. من ضمن الأشكال برضك المشهورة جدا للتمثيل عن الفازي سيتس الجاوشن ممبر شيب فانكشن. طبعا زي ما انتم شايفين بيبقى في عندي اثنين كنترول بارامتر اللي هو C والدبليو. الدبليو ده يا جماعه اللي هو بيحدد الويتس، يعني ان الشكل يكون العرض بتاعه كبير او صغير، اللي بيحدده هي البارامتر اسمه دبليو. دي شكل الايكويشن بتاعته معروفه، يعني في الرياضه الميو اوف اكس بتبقى عباره عن اكسبوننشال اي اس سالب نص في اكس ناقص سي على دبليو كل تربيع، حيث الدبليو والسي هما التو كنترول بارامتر اللي موجودين عندي اللي انا رمزهم لك هنا. السي ده اللي هو السنتر بتاع الشكل اللي بيخلي فيه سيمترية بين اليمين والشمال، كأنه بيقسم الشكل لنصين فيهم سيمترية فيهم، والدبليو ده اللي هو الويتس بتاعه. طبعا أي شكل من دون احنا بنذكره الميو أعلى حاجة بواحد، مفيش أكبر من واحد، احنا اتفقنا تاخد القيمة من صفر لواحد، ومفيش حاجة بالنيجاتيف، يعني مفيش ميو تبقى أقل من صفر. آخر شكل اللي هو السيجمويدال، السيجمويدال ممبر شيب فانكشن. الصورة بتاعته أو المعادله بتاعته الميو اي اوف اكس عباره عن 1 على 1 زائد الاكسبوننشال اي اس سالب اي في اكس ناقص سي. على حسب اشاره الاي هنا بقى يا جماعه خلي بالك، ده الصوره العامه. لو الاي اللي عندك دي هتبقى القيمه بتاعتها بوزيتيف فهيبقى عندك الشكل بتاع الكيرف الرسمه بتاعته باللون الاحمر هي دي. لو الاي اللي هنا نيجاتيف هيبقى شكل الكيرف بالشكل ده، حتى لو انت جربت على الماتلاب ترسمه هتلاقيه بيرسمه لك كده. يبقى عشان كده على حسب قيمه الايه. فطبعا هنا احنا عندنا الكنترول بارامترز اللي موجوده اثنين، الاي والسي. الاي اللي بيحدد الشكل الكيرف هيبقى مفتوح من اليمين ولا هيبقى مفتوح من الشمال، والسي ده اللي هو السنتر اللي بيترسم منه الشكل اللي بيبقى فيه السنتر بتاعه. فانا موضحها لك اهوت وبقول لك على حسب الاشاره بتاعه الاي بيبقى رايت اوبن ولا ليفت اوبن، يعني مفتوح من اليمين زي اللي هو باللون الاحمر الاي بالموجب، ولا مفتوح من الشمال زي اللي باللون الازرق حيث الايه بالسالب. دي يا جماعه تعتبر اشهر الدوال الاساسيه اللي موجوده عندنا. وهنا في بعض المراجع يعني لو حد حابب يستعين بيها للحاجات اللي انا بشرحها. نكتفي يا جماعه بالجزء ده، وان شاء الله انزل لكم محاضره ثانيه على الفازي كنترول. شكرا وسلام عليكم.